بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر مكية وآياتها ثلاث. سورة دان وحا ليرا سورة الكوثر با ليرا هذا ومكي وحيكشا كيسا فضلق عظيم كأه او نبينا اللسيي عليه الصلاة والسلام خير كفرها بضن نعم دوين وأدون إي آخر نبي عليه الصلاة والسلام لسيي كهذا شا كوثر كنا سيدا اقول راك حسن او حديث متواتر ويكسو ارارتي ونهر في الجنة سيدا اقول راك حسن او نبينا عليه الصلاة والسلام او تلمامي وبي او وبيالك شنضا اليه دو دمو ايكسو برقبان ايا كوثر ليرادة الخير الكثير نوالغو مقعابة لو اي معاني ايا هذا لبدا او اي مدو فسر ربدا اي كوت المامين ايا نجرته او اي اسكوكو خلافينو قلب وحبي كوثر كوت المامين ونقضونا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنغو أعضيناك وحان كسيني نبي الله محمد الكوثر وبيغا كوثر ليرابا كسيني فصلي تكو لربك إلهك أتكو ووحو إله النعموين كفره بضن كوغلي أتكو أسكى صلاة وانحر قورا إلهي أقورا وقيلي إي حوله وحو إلهي درتي أقورا ومقع إلهي كبري إن الشانئك متك كو عريسا أو كن عب أو كدعا يديني أو كدهي إلمه سيبا دنتوا عربق النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أسقب الأبتر عربق أي بالي أسقب عربق أيو منقدع عن كل خير أسقب الدون كان رات هرمايو آخرنا راتوغ هرمايو منقدع كاسبا لي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنقو أعضيناك وحن كسيني النبي محمد الكوثر وبيغا كوثر ليلة هذان كسيني فصلي تكو لربك إلهك أتكو وانحر قورع إن شانئك متك كو عريسني هو أصغو الأفتر ومد عربق أي أي الغير نبيغ عليه الصلاة والسلام. سورة داني وحي كسو دقوتي نبيغ عليه الصلاة والسلام نين قاله قول ليرا مقعيس عاص ابن وائل عاص ابن وائل بالي لهذا ايا وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحا قيريودي ويلكيس ابو وحا ربا قاسم ليرا هذا ويلكي رسولك عليه الصلاة والسلام او قاسم لديه ترا قيريودي مركو ويلكاسو قيريودي ايو ويرقال كاس ليرا عاص ابن وائل دعوه فإنه الرجل أبته لا عقب له بوير فإذا هلك انقطع ذكره كتق بوير ونن عربق أي خاد ملأ إلمه سيبا دنتي حدي أصغ أو دنتو إلمه سيما دابا دنتين حبو النبي محمد دنتو أصغنا وحك هرية مجرت بوير مرك دنتان بي نقا هرية نبكو دي كتق صوتك أيوير وحوك فرحيا نبي عليه الصلاة والسلام عرورتي سلمت وأبتر أو يرنبق أولادك مهارين فاتنك مهارين فرعنك مهارين ذا هذا أرمي ذا الكيسا نبي محمد فرع كهري بن مجر هذا وصلي عاص بن وائلك الأوهاد ليو وحوي أمضي كو أرمي النبي محمد بأفراد قعي والرسولك إلهي عليه الصلاة والسلام نبي آل بيت كيسو كدر دارمي آل بيت كي نبي الدنيا علماء الدين يا إسلام لوغو أبتريو oo nasab kooda marka la abtirnay aalo baytki rasuulka gelayba adduunka ka jira culimaadiin caalimiin oo la yaqaan oo loogu abtiriyaba kutubaha ku qoran marka sidii caas bin waail nabi maxamed arhaad guay oo cirib guay haysku oranin hadii kale tilmaantii caas bin waail baad yaranaysa wiilki rasuulka geeriyooday alayhi salaatu wa salaam oo qasim al-urajri oo nabigu uu dhalay alayhi salaatu wa salaam marka suur caas bin waail kataga waa nin cirib guay ilmihiisi baa dhintay asaguna wuu dhimanayaa dhibkooduna waa naga haraya ka soo taga buu yiri waa ku farxa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka gaalkaasuu yiri ayaa ilaahay u waxyooday saas in la yiri waxaana loogu bishaareeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam bishaarooyinkana loogu bishaareeyey waxaa la yiri kow wabiga kowfar layraabaan ku siin ilaahay u tukabaa la yiri xoolahana ilaahay darti u gowra midka kuu caraysan oo ku dhahay nabi maxamed oo cirib go'ayna asaga cirib go'ay baa la yiri ee adigu ma cirib go'ayn.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنغو أعضيناك وحن كسيني رسولك إلهي الكوثر وبيغا كوثر ليرا الخير الكثير با كوثر ليرا هذا عربت تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخبر كوثر بيدهان بالير وحكست أوفر أبدا أو خيرا وحوي الخير الكثير أي كلام العرب كوثر لغوية قانا وأنت كثير يبنى مروان ضيب وكان أبوك ابن العقائل كوثر وكشعرك أها مركا كوثر وحيابها سؤلم بيكت الماما نبي عليه الصلاة والسلام وحالوغي لكوثر بانكسين هذا كوثر كان ونبي عليه الصلاة والسلام ليرواكسين خير دائمة وأدون إي آخرة واللغفة سري وحانا كمدا فصير هذا اللغفة سيرو كان أغو راجع سن كي النبي وكفة سري عليه الصلاة والسلام وحوير أبو حيان كوثر كان طبعا لباطا يلح قول ومفسرينته أي اسكو قلافين باكو جرابو يري والصحيح هو ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقول رات حسنة وتفسير كي النبي محمد كفسر عليه الصلاة والسلام كوثر كوثر كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومتراه على الدر والياقوت تربته أضيب من المسك وماءه أحلى من العسل أيو يرسو بنوه صلى الله عليه وسلم ووبيت النبي كي ألو يرقوثر أولا بدي سألنا ذهب أي كسميسيه أو ماشو مرأيو أي تهي جوهر أي ياقوت أو عيد ديسو مسك أي كعرف بدنته أو بيهيسو ملبك أي كمعايه أو يرنبي عليه الصلاة والسلام كوثر حديث كلو صحيح وحال غفصري نهر في الجنة حافتاه من ذهب لبدي سألنا وحي كسميسيه ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أضيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج من شرب منه وبيقى أسقفك كعب أيو يرنده عليه الصلاة والسلام شربة حلمر عبيتان كريئة قفكها له لم يضمأ بعدها أبدا إلهي كوي كورابة وبيقى كوثر حوض كالرسول كبيها اللغة عبيه وحكتبها كقرا حوض كبيها اللغة عبيه وبيقى كوثر بالغة سوق عذابا ليري وهذا عن مرين مركا حلمر كريئة قفك كعبنا وقلاص كاللو درانا ولقي الدم بمؤمي نحن مطابنا إلهي كوك كعب ونبي قد شعل الله عليه الصلاة والسلام وبيقى كوثر بيها اللقاء كيانو إيا إشا ليرا سلسبيل إيا إشا تصنيم ليرا إيا كوك بيها كعب إلهي هم نقدره ونقى إيش رفتات إلهي أقدره نبي عليه الصلاة والسلام مال المال مها كمدة أصغو تيف أصحاب تدحدود أحورين إيا أيو نبي وكعيبا ليه مرك أصغر دولة عضينا يو صوفريس وحان كن نري محاكا قسلين أيه وحوير النبي عليه الصلاة والسلام صورة دانا اللي قسو دي تيابو بركة بضا أصحاب تيبو وحوكويري أتدرون ما الكوثر متقانين كوثر كوحوي هاي وحيكو شوابين الله أعلم رسوله وحوير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ووبي إلهي إيبا لنقاضي فيه خير كثير وبقى خير بدن باكسوغا هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة كوثر كالنفتي سوحو النبي كفة سيريا درك اي حوض كبيها لك عباي وحوض كوحوير أمتي ذو القيامة كوثر بيها كعبد دون تبوير آنيته عدد النجوم ويلش بيها اللوغ عباي شدقها التردو اي لقيهين بويري فيختلج العبد الضون او منهم الضوماتي كميدا بيها كعباي اللود دي دونا oo laga saari doona markaas aan dhahayaa buu yiri innahu min ummati ilaahu ummadaydu kamid yahay maxaa loo raacday markaas la ileeyahay fayuqaal innaka la tadhi ma ahdatha ba'dak war umahidi ka ba'diga wuxuu keenay midkaas sidaasna waxa cadeynaya xadiis imaam muslim imaam tirmidhi ay soo cadeeyeen oo iskutubooda ku soo saareen waliba dadkaas xawdka nabiga laga saarayo waxa lagu tilmaamay إنا يهين منافقين تا مرتدين تا إيا مبتدع دا نبي عليه الصلاة والسلام جاهي سنال وغرد عيدا إن كريس الشفاعة ديس إيا حوت كيس إيا شرف ديس الدنيا دا قوة نبي هدا كل حق رأي أو نبي صورة بدلية أو نبي وحو لد بچوغ احترام دهرد إنا يسيداس كدن بيردونان أي كتبه إسلام كتلمامين
marka rasuulka alayhi salaatu wa salaam sidaas u ahay waxaa lagu yiri kawthar baan ku seenay fasalli li rabbika kawthar kun hadda macaanida badan buu leeyahay wuxuu yiri abdullah ibn abbas khayrka faraha badan aqwaasha dhan kulmi karaa buu yiri nabiga khayr badan baa la siiyey nabinima la siiyey kitaab baa la siiyey xikmad baa la siiyey cilmi baa la siiyey shafaaca la siiyey xawb mawruud baa la siiyey maqaamul maxmuud baa la siiyey ummad fara badan baa la siiyey أعداد الله هي اللي يبال لسي فتوحات فرب ذنب لسي الرسول عليه الصلاة والسلام بلن تاس الله بلن قاب نبي محمد إلهي باب دورت نعمة أو هيستو قفل سي يبال متشرا إنا أعطينا كالكوثر فصلي تكع نبي محمد عليه الصلاة والسلام لربك اللي إلهك أتكع الذي أصاب ما أصاب عليك من الخير إله خيرك بنكو سمي أتكع صلاة بحضي أقلاته يأسو قل أيو الغوفة سري وانحر قورع قيل ايه فوالها اي عرفت ادو تعليهين الهي اوغا الشكر قورع مقع الهي كو قورع وحي اهايين بويري امام كاليرا شيق تسيل كتاب كاليرا اسكاله مركي عرفتو وحق اي دكان ايان فوري ايه وحاسي صلاة كدقي تيري فوالها مركي برين ايان صنم كي اوبر ايان نبقى وحال لغير عليه الصلاة والسلام فصلي لربك وانحر قورع لربك او قورع إلهي درتي وحو قورا مقع إلهي كو قورا إلهي درتي أدكو مقعي سنكو دكويا إن شاني أكال ليري متك كو عريسا هو أصقى الأفتر عربو أيبا لنبي محمد عليه الصلاة والسلام شاني أمعنيه سؤال شاني المبقض من الشنآن وحلق كياني وحو يشنآن بمعنى العداوة والبغض ولا يجرمنكم شنآن قوم يسن اذن حنبار قوم عردد ولا يجرمنكم شنآن قوم من تاس او كلي لمتا ابتر كان وحا ليرا الله منقض من كل خير عن كل خير من البطر بالله كان ابترك وهو القبع وي يقال وحا ليرا بطرت الشيء بطرا اي قدعته والصيف الباطر بالليرا سيخت افك بضن اي القادع ويقال للذي لا نسل له متكان الملهين وحا ليرا ابتر لأنه انقضى عن نسبه مركا وحو خطبة وسميت خطبة زيادة بالخطبة البطرة لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصلي على النبي خطبة مركا الأخيرة أن وحو لقدر صلق رسولك يمهد إلهينا وخطبة عربق عن النقونة سنفتر رسولك عليه الصلاة والسلام حلق بشاري نتك كو عريسا وعربق أي أسقى رابق أي بالليري إن صانئك هو الأبتر أي إن مبقبك يا محمد هو المنقطع عن كل خير وفصلين توحي دهان مركي أو غير يودي نبيك عليه الصلاة والسلام تطبع الرورة أيولهاي أولاد بيسو تطبع أهاي أفروا قبضه فاطمة زينب رقية أم كلثوم سدحنا وويلل قاسم عبد الله إبراهيم ليش اسكوه هو يهيضو خبيتش هذا شيء حل مداهو يقوني أهاي وكلقي أي هبرو دشي ليرا إبراهيم مارية القبضية دشي مركا النبي عليه الصلاة والسلام أولاد دي صور دان كل قوت لحكا مدا أصغو النبي نول بي جيريو دين مركا النبي جيريوني حل قبر كليها أتشوك تفادي كليها النبي نول قدن بيس عليه الصلاة والسلام أيضنا لح بلودي قدن بيس رسولك صلى الله عليه وسلم لح بلودك بعدنا فاضي من واجيريوتي مركا النبي عليه الصلاة والسلام المهيسة ويلشو ايقو يرير بيدنتين لكن قبله وانه ترودين اسلام كان ويسو قارين رسولك قبله عليه الصلاة والسلام ويلشي سويلكي قاسم وقال مركو جيريوتي ايو يرقال كان ليرا عاص بن وائل وعربقو اي خيات كهاري مايو اساقونا واردمانا ويلكي سينا واردنتي saasoona ku dhamaadoona asaga dhan gaalkaas warkaas yiri markaas nabiga loogu bishaareeyay alayhi salaatu wa salaam inna shani'aka huwa al-abtar alayhi mitka kunaab ku araysan ku dhahay nabi muhammad raad go'ay farac go'ay cirib go'ay asaga cirib go'ay baa leeyahay asaga khayrkii oo dhan ka go'ay raxmadi ilaaha laga jaray awlaad baa hadoon rabaha lahaado adduunyada had magciisdi la soo hadal qaado لعنة ضعن باكو سعاني تالي قالك بخلاف النبي لكن نبي محمد معرف قائع عليه الصلاة والسلام فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر
مقعيس ولقيس بوشرية النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع على المآدم والمنابر مركي لآدم يا مقعيس لصهد القاضة مركي لآقم أيو مركي خطب الآخرين أيو مركي مقع إلهي للشيغو نال والبو إلهي اللقوش الصو ومقع إلهي اللقوش صهد القاضة أيو النبي عليه الصلاة والسلام شوغا مركي وابا سيدي وحوي مقعيس مرنا ما عربقو أيو لكن متكس خيف لاوغا أيا عربقو أي بالليل حضب الرسول عليه الصلاة والسلام إيادتك فرع عيسى وآل بيتك اللي يرهده إسلامك أكتوذ وحكيه احترامك ضم أمور بوكيه نبينا عليه الصلاة والسلام وإن أولاد الله براء أفكرس كيسة صفات كيسة وناك كيسة محبة ديسة أبتر أولاد ديسية أهل كيسية تاريخ ديسين الله برطه لغانا فقادا بغان كقالب أي فافترين إي اعتقاد كوضحن إيه حق رابد رسولك عليه الصلاة والسلام قد أركيسه مسلمين في عالم كتشوغي قيبك كمده بقن كي قالب إنه ترتيب ترتيب أصيقا دانيا إلهي هنقصة ما تبعشو اعتقادك إن الله النور دوره شركك إيه منافق نمضى إيه ابتداء عن إلهي هنقبك باديو والله ولي التوفيق عشرك أنعاو إنت سيانكسو كوبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.